منظمة مراسلون بلا حدود تقدمت بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين خلال الحرب الحالية في قطاع غزة، ومع تأكيد المنظمة مقتل 34 صحفياً منذ بدء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إلا أن الدعوة شملت فقط الصحفيين الذين قتلوا تحديداً أثناء تأدية مهامهم، وهم 8 صحفيين فلسطينيين قضوا في قصف إسرائيلي على غزة، وصحفي إسرائيلي قتل في هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى جانب 2 مصابين. المنظمة أشارت في دعواها أيضاً إلى التدمير المتعمد الكلي أو الجزئي لمكاتب أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة. إن حجم وخطورة وتكرار الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين خصوصاً في غزة تستدعي تحقيقاً ذا أولوية من جانب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. نحن نطالب بذلك منذ عام 2018، وتثبت الأحداث المأساوية الجارية الحاجة الملحة لذلك. من جهتها أحصت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ مقراً لها في أمريكا مقتل 31 صحفياً على الأقل منذ بدء الحرب قبل 26 يوماً، بينهم 26 فلسطينياً و4 إسرائيليين ولبنانيين.